أنا فرحان كتير ومبسوط منك خيرات الله أنه حرجع على الحارة. أنت دائما كان يقول ما برجع حارة قصب إلا هي نظيفة وما في حدا بيكره مظهر بك. وأنا شو بدي إلا كتر خيرك كتر خيرك كتر خيرك. هذا كله بسبب وبفضل مدام عزمي خاني. مي؟ مدام عزمية خانو كان على طول يعطينا معلومات وتفاصيل عن مخربين. طب ليش ما قلت لي؟ المهم صار اللي صار كتر خيرك. تعال عندي مظهر بك. أنا كتير مبسوط منك ومن مدام عزمية خانو. بصراحة ما بدي اياك تطول هون كتير، يعني بدي اياك تطلع بسرعة مشان نشتغل مع بعض. وانا جاهز، اللي بدك اياه انا جاهزته. وانا بنفس الوقت ما رح خليك تطول بالسجن، رح خليك ترجع على الحارة باسرع وقت. شكرا، شكرا لك. احترام سيدي. بدي تروح لعند ابو الرجاء، تاخذ السلاح معك وتفهموا شو رح قلك هلأ بالضبط. أمرك سيدي.